مرحبا، يعطيكم العافية. بدنا نحكي اليوم عن اليوغا اون ذا هيل، هاي الشغلة ممكن تسووها ببلاش في اوتوا. زي ما انتم شايفين لو رحتوا على الجوجل وعملتوا يوغا اون ذا بارلمنت هيل راح تلاقوا سكيدجول. عادة في الصيف دائما بحط بيعملوا يوغا اون ذا هيل. ممكن تعمل ريجستريشن، اتس فري، توتالي فري، ما بتدفع ولا اشي. ممكن تعمل ريجستريشن للتاريخ اللي بدك اياه عشان يعمل لك نوتيفيكيشن على الايميل ويجيك وتتذكر. وهون برضو التواريخ موجودة في جوجل نفسه، اذا بتدخل على هذا على جوجل. في عندهم فيسبوك، ممكن تعمل لهم لايك عشان تضلها تجيك الايفنتس. شغلة رائعة جدا، بتلاقي عالم كتير 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 واقفين قدام الهيل وعم بيعملوا يوغا. هذا المنظر العام اللي راح تشوفه، بتعمل ريلاكسيشن، بتنبسط. واهلا وسهلا فيكم في اوتوا. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.